ناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، واللي كان بيتعلق بتوقعاتكم للمنتخبات المتأهلة لكأس العالم من القارة الأفريقية بعد انتهاء الجولة الأولى أو مباراة الذهاب من الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم. محمود أو محمد جمعة قال إن شاء الله تأهل مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا. تحية إليك من أطلميس. ماشي، أهلا بك يا أبو حميد، أهلا وأفتخر. يا رب بإذن الله، بإذن الله كل المنتخبات العربية تتأهل يا رب، هتبقى حاجة كويسة جدا. عمر ربيع قال أتوقع إن شاء الله تأهل منتخب مصر ونيجيريا والمغرب والجزائر وتونس. يا رب أمين بإذن الله. خلينا كمان ناخد هشام سعد، واللي قال بأمر الله كل المنتخبات العربية، تونس، المغرب، الجزائر، مصر، بس ما قالناش مين اللي ممكن يتأهل سواء الغانا أو نيجيريا. فتحي زيدان قال إن شاء الله ربنا يكرمنا وكل المنتخبات العربية تتأهل يوم الثلاثاء وتكون فرحة عربية مونديالية يا رب بإذن الله واحد أحد. خلينا ناخد آخر تفاعل. سعيد سعيد قال إن شاء الله مصر تتأهل، المغرب، تونس والجزائر، كل التوفيق لكل المنتخبات العربية في هذه الجولة الحاسمة.